Voice Broadcasting. Please stay tuned for contact information at the end of our broadcast. This is Bible Voice Broadcasting. الله المسموعة. نحن نقدم لكم كلمة الله المسموعة. واليوم سنقرأ معا الكنيسة الأولى من أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 41 إلى الثالث العدد 10. وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام باتهاج وبساطة قلب،